من شبكة شام الإخبارية. أهلا بكما معنا، وأبدأ معك أبو يزن من جبهة الليرمون تحديدا، يعني حتى هذه الساعة ما هي آخر التطورات بالنسبة للمعارك، وخاصة يعني ما الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لجبهة الليرمون؟ منذ ساعات الصباح الأولى وقد شهدت جبهة الليرمون اشتباكات عنيفة بين الغرفة المشتركة لأهل الشام والتي تضم جبهة النصرة والجبهة الإسلامية وجيش المجاهدين وميليشيا الأسد. أعلن خلالها ببيان عن غرفة المشتركة لأهل الشام سيطرتهم على عدد من الصالات الصناعية في جبهة الليرمون. تعد هذه الآن أقرب نقطة للمخابرات الجوية، كذلك هي كانت الحماية لهم، وقد علمنا أنه هناك قتلى كثر من قوات الأسد وتم دفنهم في داخل كلية المدفعية الزهراء المتواجدة بالقرب من الصالات الجديدة. طبعا هذه المنطقة شهدت اشتباكات عنيفة في الأيام الماضية، لكن يعتبر اليوم السيطرة على هذه الصالات الموقع الاستراتيجي هي أهم عمل لغرفة عملية أهل الشام في هذه الجبهة الحساسة جدا. نعم أبو يزن، يعني نريد أكثر تفاصيل على هذه الجبهة، خاصة في ما يتعلق بخط الإمداد بالنسبة لقوات النظام. تعتبر هذه جبهة الليرمون هي خط الإمداد لقوات النظام، لكنه لم يتم إلى اليوم قطعها نهائيا، لكن أصبح فيها تخلخل كبير. كانت هناك اشتباكات قوية جدا جرت بين الطرفين، تم من خلال هذه السيطرة، هذه لأول مرة يعلن السيطرة على هذه الصالات التي تعتبر نقطة استراتيجية في جبهة الليرمون. طبعا هم كان يمر من القرب منها بعض امدادات النظام للمخابرات الجوية ومدفعية الزهراء، كانت في هذا اليوم اشتباكات، لكن وسابقا كان يستخدم النظام من داخلها اطلاق صواريخ والمدفعيات على مدن الريف الشمالي مثل رتيان او حريتان او عنادان. تمت السيطرة على هذه النقاط، وفي حال تم التقدم للثوار في هذه الجبهة يصبحون على بعد أمتار قليلة من المخابرات الجوية. المخابرات الجوية هي محاصرة منذ فترة طويلة، لكن السيطرة على هذه الصالات تعتبر نقطة حساسة جدا قد خسرها النظام صباح هذا اليوم. نعم، يعني هذه منطقة استراتيجية وهامة جدا. يعني أبو يزن، تقريبيا كم عدد قوات النظام الموجودة في هذه الجبهة ومن حيث العتاد أيضا؟ بالنسبة لعدد قوات النظام، النظام كان متمركزا في هذه النقطة الأولى لأنها تعتبر البوابة لدخول محيط المخابرات الجوية، كان متمركزا فيها. تم إعطاء عدة آليات خفيفة، طبعا لم يكن هناك دبابة أو بي إم بي مثل مدفع 57 أو مدفع 23، وهناك قتلى كثر لقوات النظام تم دفنهم في ساحة مدفعية الزهراء المتواجدة خلف المخابرات الجوية، وتعتبر البوابة الشمالية الغربية لقوات النظام على هذا خط الإمداد القوي جدا الذي كان يعتمد عليه النظام خلال إمداد عناصره في المخابرات الجوية. نعم، أنباء تحدثت أبو يزن عن قصف النظام لهذه المنطقة بالبراميل المتفجرة، يعني ما حجم الخسائر وأيضا بالنسبة للثوار، هل من شهداء نتيجة هذا القصف؟ لا يمر يوم على محافظة حلب وريفها وأي جبهة لا يوجد شهداء من الثوار، هذا شيء يعني متواجد في كل ساعة وفي كل دقيقة. النظام لا يقصف هذه المنطقة، النظام يقصف الجبهات الذي يراها مشتعلة، مثلا جبهة الشيخ نجار تم اليوم إلقاء 4 براميل متفجرة على المدينة الصناعية. المدينة الصناعية التي تضم ما يقارب 1500 معمل الآن أصبح أغلبها إما محروق أو مدمر بالكامل. كذلك النظام عندما تكون جبهة مشتعلة مثل جبهة الشيخ سعيد أو الشيخ نجار أو الليرمون يستخدم الطيران المروحي والحربي لإلقاء البراميل المتفجرة كي يرهب تقدم الثوار. لكن الأوضاع وخلال زيارتنا واطلاعنا أمس لجبهة الشيخ نجار، وهي التي تعد البوابة الشرقية للثوار والمدنيين والطريق الواصل بين الريف الشمالي ومدينة حلب، أوضاع الثوار في الشيخ نجار بعد السيطرة على المجبل هي أوضاع ممتازة. هم يبعدون الآن عن المجبل تقريبا 1 كيلومتر هو خلفهم. كذلك في جبهة الليرمون تم إلقاء البراميل المتفجرة، طبعا هناك شهداء دائما، أقول كما قلت لك كل ساعة يوميا دائما الثورة السورية هي تقدم شهداء في ذكرى
في الذكرى الثالثة لهذه الثورة المباركة اليتيمة. نعم، سريعا أبو يزن، يعني وفق هذه التطورات الآن، هل تتوقع تقدم الثوار في هذه المنطقة وبالتالي إنهاء المعركة سريعا، أم أن تمركز قوات النظام فيها يمكن أن يحول دون ذلك وأن يطيل في أمد هذه المعارك؟ بالنسبة لتمركز قوات النظام، قوات النظام لا يمكن له أن يتمركز في أي نقطة إلا إذا قصفها ومهد لها بالطيران. طبعا الثوار لا يملكون الطيران الحربي كي يستخدمونه. عن النظام عندما يريد السيطرة على أي نقطة يقصفها دائما بالبراميل المتفجرة. طبعا بالنسبة للغرفة المشتركة لأهل الشام أنجزت إنجازات كبيرة، كان أهمها هذا اليوم هي السيطرة على هذه النقطة. في حال الثوار ثبتوا مواقفهم ودعموها على الأرض، لا يمكن للنظام أن يتقدم، وممكن في الأيام الماضية أن نرى تقدم للثوار في هذه الجبهة المهمة جدا. نعم، شكرا لك أبو يزن الحلبي من شبكة شام الإخبارية، كنت معي عبر الهاتف. وأنتقل الآن إلى مراسلنا ولات بكر في حلب.